Dear Biden, President of USA, you are late. Zamzadara is very cold. I am very upset because you don't come very soon, early. And Zamzadara, imagine, بردت المجدرة يا بايدن. بعدين جئتكم اليوم لابس الحفاضة البيضاء على طيبي، فلا تسقط الحفاضة عن المحل اللي أنا لابسه فيه. يا عمي بايدن صديقي الغالي، أنا مش مهتم شو أنت قدمت لإسرائيل، وأنت قدمت لهم أسلحة ومصاري وأعطيتهم القدس والزولان وكل إشي حكى عليه ترامب أنت وافقت عليه. فيا عمي اللي بيسألني عن إنجازاتي خلال 16 سنة اللي أنا قاعد فيهم من غير انتخابات، إنجازاتي كالتالي: 4 مليار دولار بحسابي بالبنك يا بايدن، وانا لا مهتم لا للأسرة ولا للقدس ولا لإشي. انا مهتم اليوم، ولو اجيت كمان 40 دقيقة، لو اجيت 20 دقيقة وروحت ما بهتم. ولا لا تتغدى عندي ولا تاكل مجدر اصلا، اختارك بيك. المهم يا بايدن، انا هدفي من هذه الزيارة المصاري، عشان انا حارس مستوطنات، ومصرياتك زين لإلي ولأولادي ولأمينة أمن مستقبلهم. 500 مليون دولار، 250 مليون دولار إلي بفرقهم علي وعلى حسين الشيخ وماجد فرج، وال 250 بنبني فيهم مستوطنات وبنساهم في بناء المستوطنات ونحرس المستوطنات. جو بايدن صديقي الغالي، انا حابب اديك هذه الاغنيه عشانك تعطيني فلوس، واحنا مبسوطين منك كثير انا والقياده. وحسين الشيخ امانه برقبتك، دير بالك عليه، راح يصير الرئيس بعدي. حسين الشيخ هذا فيري جود فور اسرائيل، فيري جود، از فيري 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 وفي. لا لايك ذا دوغ ذا وفي دوغ، اوكي؟ اند ليسن تو مي دير بريزيدنت. Joe Mahamiho and Joe Biden. Listen, this is very good song, and I love you because you give me money. Okay, listen for this song. Lay, 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 lay. Lay, 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 lay. الإنجازات يا عمي 4 مليار دولار. يا سلام يا بايدن. Thank you for money. بغير من عيني وأنا شايفك، وده اللي وصلت لي. لو اسمع اسمي بسفايفك بقول لك كرري، وعمري ما اقدر اوصف لك يا جو بحبك قد ايه. ارسمني في ليله نجمه ضيع الماء في العين، اكتبني في عمرك كلمه يحكوها الناس بعدين. انا نفسي اعيش فوق عمري يا جو، يا حبيبي معاك عمرين، لو تطلبي مني عيني. المهم سكرك وسكرك الغنان يلا على الصبح يا جو. انا ما بهتم بدك تروح تطبع مع اسرائيل والسعودية، ما بهتم. انا همي الوحيد المصاري، الفلوس يا بايدن. انا امن مستقبل امينة وطارق وياسر، لانه طارق يعني داير على المطلقات. نفسي هذا الولد يتجوز قبل ما الله ياخذ امانته يا بايدن. وهذه رسالتي للشعب الاسرائيلي وتحياتي للجيل الاسرائيلي السعيد. يعني انا بدي اعمل سلام مع اسرائيل، نفتح صفحه جديده مشان الله.